مرحبا بكم معنا في موضوع تعريف النباتات البرية ونباتات الزينة وغيرها من النبات. عندنا اليوم نبتة الربو أو نبات الفريبيون هيرتا، من جنس الفريبيون وفصيلة أميرا، وهي عشب مداري وهو عشب مشعر ينمو في المراعي المفتوحة وجوانب الطرقات، وغالبا ما يستخدم في الطب الأعشاب التقليدية. مصدرها المناطق الاستوائية في الأمريكيتين، وهو عشب كثيف الشعر يرمو في الأراضي الشعبية المفتوحة وعلى جوانب الطرق والممرات. الأرجح موطنها الهند. يمكن تنمو هذه العشبة سنوية المنتصبة أو المتساقطة حتى 60 سنتيمتر مع ساق سلب مشعر ينتج مادة لاتكس بيضاء وفيرة. هناك نصوص موجودة لأوراق بسيطة وبيضاوية الشكل مشعرة على كل الأسطح العلوية والسفلية، ولكن بشكل خاص على الأوردة وعلى سطح الورقة السفلي، مع حواف مسننة بدقة تظهر الأوراق في أزواج متقابلة على الساق. الأزهار أحادية الجنس وتوجد في الصمغ الأبطي في كل عقدة ورقية تفتقر إلى البتلات، وعادة ما تكون على ساق الثمرة، عبارة عن كبسولات بها 3 صمامات وتنتج بذور حمراء صغيرة مستطيلة الشكل من 4 جوانب، لا جذر أبيض أو بني أو رجوالي. طب واستخدام، استخدم على نطاق واسع في الطب الشعبي التقليدي في العديد من الثقافات، وخاصة علاج الربو وأمراض الجلد وارتفاع ضغط الدم، واستهلك غيره في الشاي في الشاي العشبية كشكل، والطب الشعبي الحميات في الفلبين حيث كما هو معروف طوى وليس ما بالنسبة للحمى الضنك والملاريا. لا تنسوا الاشتراك وعمل لايكات وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام.